احنا منطقة رأس الجادة يسمونها خزرج يعني بصورة عامة. بالوقت الحاضر يعني هاي الأمور عاد تشوفوها أنتم قدام عينكم، وتشوفون الانقاضات، تشوفون البيوت المهدمة، المجاري تعبانة، الكهرب تعبان، الماء تعبان. هاي من التحرير لحد الآن احنا هاي حالتنا. هاي أكثر الانقاضات احنا شلناها على حسابنا، يعني شلناها قلع أبد على حسابنا. تشارك المنطقة وتشيل الشفرات وقلابات وتطلع. نوبات تجي منظمات، يعني أهم واحد لازم يحكي العدل. تجي منظمات، تجي هذا تشيل هم انقاضات وتشيل جمال، تنظف الشوارع وتنظف هذا. هاي المنطقة إيه هذه؟ والله هذه هي يمكن مجرى، وأكو بواري مال مي هم مكسرة جوا، وهم تظل تنطي. هاي المنطقة كلها يعني خالدة من جوا بصورة عامة، كلها مي جواها. يعني بيوتنا يعني تعبانة أمورها حيل، وإحنا عمرنا من جديد وبنينا وكملنا ونخاف. هسا على المي كله أكثر لهذا جو المناطق وجو الفروع جو البيوت. بجهودكم الذاتية أكيد أمرت بجهودكم الذاتية؟ نعم بجهودنا الذاتية، وأكو لا والله منظمات هم عاونت، بس كجهود ذاتية إحنا من فلوسنا ومن أبد لا قدمنا ولا نقدم. شنو السبب؟ ما إيش بلا فايدة. أظل أنا ساكن مخيمات وشوالة وشوارع اصلا اللي على ما يجيني تعويض. لا بنينا وكملنا والحمد لله والشكر، ندنا ما ندنا المهم بنينا. رساله توجه للحكومه والله او يعني ايش يعني تعبنا من هاي السوالف. نوجه الرساله للاخوه المسؤولين اللي موجودين بالمحافظه، نقول لهم هاي منطقه الموصل منطقه اثريه وحضاريه، والمفروض انتم تلتفتون علينا بعين الرحمه شويه. هي الرحمه من الله، لكن العبد ما عنده رحمة. نريد هاي المدارس ما ضحك عليها، هاي المنطقة هاي مدرستين ثلاثة جو شالوا فلشوا وكملوا لهذا ومشوا، وهاي المناطق ضحك عليها. يعني هاك شوف انت خلي وجه الكاميرا وضحك. احنا هسه حاليا منطقة راس الجلدة واللي هي تابعة لمنطقة خزرج. المنطقة تعاني من يعني تشوفون قدام عينكم نواقص بالمجاري، بكل شيء نواقص. البلد من راسه الأساس وفساد أخويا. هاي وضعيه مال المنطقه، هاي وضعيه هيجي. هاي ضربات جويه دحق عليها بكل راس فرع ضربه جويه. هسه تعال ساووها، خلوا المي بس يمشي عند الناس. هاي البيوت هلكت كلها، عترمم وعتعمر بالدين، وفين تحط كل المي جوا البيوت نازل. انا اللي سمعته باذني، ما اقول لك مشاريع على ورق، هم يشتغلون وعدهم يعني ابسط شيء حمله البلديه الف خلف الله عليهم، حمله واسعه بالمنطقه، وشالوا انقاض كثيره من الناس وخلصوا الناس من مصاريف كثيره. بس هذه شغله المجاري انا سمعتها واريد اكدها من بيت سيد توحي لي راس الجالده، ابو المجاري ما اشتغل، والمجاري على المي عيفوت الاسن جوا البيوت. تحتاج المنطقه تحتاج خلي يجون يساوون الضربات الجويه، يمشي المي حتى يروح على المجاري، الناس حتى تقدر تشتغل ببيوتها. مثل ما تشوفون هاي منطقة راس الجادة دحق، بس انت دحق على انقاض، دحق على بيوت الواقعة. يا اخي ما اريد احد يجي يبني لنا المنطقة، ولا نطالب احد يجي يبني. نطالب بس شغلة واحدة، البيوت المهدمة يشيلوها والشوارع المكسرة. انت شوف هاي منطقة، إذا مطرت الدنيا الأطفال شلون يروحون على المدرسة؟ هاي صار لنا سنتين احنا كل شيء ما شفنا أي شيء من الحكومة. يا أخي بس تعال اشتغل وشيل الأنقاض وسووا الشوارع كفي عاد. هذا زاركم المنطقة هنا؟ يا أخي كل يوم احنا ألف 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 واحد يجي يزورنا. بس احنا نريد شغل جدي، نريد واحد يشتغل. احنا ما نريد يجي واحد يصور وما أعرف شنو يطلع لك لابس قاط، جاي لابس قاط وراح اشتغل هيجي. وبالله العظيم هاي فوق ال 100 مسوج جاء على المنطقه.